الله اكبر. هل ترون ما ارى يا قوم؟ لا اله الا الله. سلطان سلطان نفس الموقف ما الله اكبر. هلا بيجي نفس الموقف. الله اكبر ولله. رياليتي رياليتي رياليتي. الله اكبر. السلام ورحمه الله. شباب عليكم السلام. شباب ما نعرفه ما نعرفه ما نعرفه ما نعرفه. ايش رايكم في الطقم يا عيال؟ سلام ورحمه الله وبركاته. شكلك مشتري اليوم. ايش تبغى؟ ابدا من الغتره يا غالي. اديكم تحليل سريع. ارحبوا يا طالع. اعطيكم تحليل سريع للموقف. جاب ثوب والثوب انعدم وهذا راح عند واحد من حق الاعداد قال صح صح دكتور طالبك وفزعت. وهذا ان دل. خلونا اكمل كلامي. هذا يدل على الرياليتي اللي فيه. يدل على حرصه على الحضور والانضباط. نعم ايش لا يدل على الرياليتي اللي فيه. جاي نتكلم. تفضل حبيبي. استنى انا والله كنت مالني اجي. جتني تغريده اذا ما حضرت ثلاث ساعات استبعاد. ملابسي في المغسلة كلها. ما علي الله ما علي الله. انا شغلك مضبوط والله. التغريده كذا. انت خايف من ال تدري اقول لك حاجه؟ لك ثلاث ساعات اذا ما جيت ترك سبعة. بس بقول لك حاجه. انا لو جتني التغريده هذه اسمع انا لو جتني التغريده هذه اللي امس اتكلم معك بطلع بالشكل التخريبه هذه انا استبعد. هذا تلوث بصري يا حبيبي. يقول لي انا بطلع. يبغاني يا شباب يبغاني. لا يقول لكم قعدوا واحنا ناكل عنكم. يلا عشاء يا اخي. طقم اشتري الطقم على الاقل. قوم قوم خلينا نكسب فيك اجر. قوم والنبي يا صلاتي. ايش يا ضيفانا؟ ايش بك؟ ايش رايك بالطقم؟ والله تهورت. ها؟ والله تهورت. والله كان بيجيني استبعاد. تبون استبعاد ولا تبون؟ طب اوكي اوكي الله يحييهم. اسمع الشق السفلي انتهينا منه. ايوه تلبس